شريهان محللة التقني، بنقول لك اهلا بيكي. قولي لي بقى بتعملي ايه محلل تقني؟ المحلل التقني ده اللي هو مسؤول عن الاحصائيات للفريق او الفرق المنافسه. بشتغل على فرقتنا والفريق المنافس في نفس الوقت، بعرف نقط ضعف الفريق التاني، مميزاته طبعا، يعني بحاول اعرف نقط الضعف بتاعت الفريق التاني واحنا نقدر نلعب على ايه، وفرقتنا برضو اشوف مين الحمد لله كان مستواه النهارده كويس، مين ربنا ما اكرموش ومستواه كان ضعيف شويه، بيبقى كلها احصائيات للعيبه يعني. اليوم مبروك، الله يبارك فيك. مستمرين مع نجومنا طبعا النهارده رنا الجوهري. رنا مليون مبروك، اتحاد الكابتن خالد ليكي وضيوفه طبعا. النهارده مباراه يعني مش هقول صعبه، مباراه سهله يعني. قولي لي دخلت المباراه ازاي؟ كنت واثق من الفوز النهارده ولا لا؟ كان في بعض الدفوهات بس باذن الله نصلحها في فتره المباراه المقبله. في الاول بس احب ارحب بكابتن خالد العوضي وكابتن نجلاء فوزي وكابتن ساره طلعت وكابتن منى، طبعا نشكر حضرتك طبعا انكم معانا. الحقيقه مباراه النهارده فعلا كانت مباراه ممكن نقول عليها ان هي ضعيفه او متوسطه، بس ده بيساعد الكابتن طبعا على ان هو يشارك كل الناس، يدخل كل الناس في المود بتاع البطوله. صحيح انه بيبقى فيه بعض الاخطاء بس ده برضه بيساعدك انك تافويدت يعني في الادوار الثانيه. احنا الحمد لله مجهزين نفسنا كويس جدا ومستعدين ان شاء الله البطوله عشان نحافظ على اللقب باذن الله. ما ينفعش بس تركيش على الجمهور اللي بيهز الحجر ده. اكيد اكيد الجمهور، حضرتك مش متخيل الفرق معانا قد ايه. احنا نفسنا ان الجمهور ترجع تاني تملى الصالات من جديد، لان ده فعلا بجد حماس لينا مهمه قوي. ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله يكونوا موجودين بعدد اكبر باذن الله. مليون ميرسي لحضرتك. ساره امين نجمه من نجمات النادي الاهلي النهارده. ساره مليون مبروك النهارده، فوزكم النهارده. عندكم مباراه صعبه يوم الاربعاء مع الجمارك النيجيري، شايف هذه المواجهه؟ ان شاء الله نقدر نتغلب عليهم ونطلع اول مجموعه ان شاء الله. كسبنا النهارده وامبارح ان شاء يعني فرق مش صعبه ومش سهله، الحمد لله. ان شاء الله نطلع اول مجموعه ونقابل فاف الكاميروني ان شاء الله في دور الثمانيه وان شاء الله نتغلب عليهم. قولي لي بقى رئيس اللجنه العليا الدكتور محمد سراج وقف معاكم بعد المباراه، قولي قال لكم ايه؟ كان بيشجعنا على طول، هو متواجد معانا في الماتشات كل الماتشات وقبل البطوله كمان وقبل معسكر صربيا، على طول بيشجعنا وعلى طول بيحفزنا ان احنا نلعب كويس والحمد لله يعني نبقى عند حسن ظن. سهيله يمكن نجمه من نجمات النادي الاهلي. سهيله اهلا بيك على شقات النادي الاهلي، وتحياتي كابتن خالد ليكي ونجلاء ومنى وساره ليكي، مبروك على اداء النهارده وباذن الله القادم افضل ليكي. الحمد لله يعني احنا كسبنا النهارده. الماتش النهارده كان يعتبر زي ماتش امبارح، ما كانش صعب قوي يعني. احنا الحمد لله محطوطين في مجموعه حلوه وده من حسن حظنا يعني. بس قولي لي الدكتور سراج قال لكم ايه بعد المباراه؟ كالعاده لو عايزين حاجه، لو محتاجين حاجه واحنا كلنا ندعمكم، وان شاء الله الماتش الجاي يبقى نكسبه يعني، وهو هيبقى موجود ودايما هيشجعنا وكده. ماتش صعب يوم الاربعاء، بدانا خلاص بقى نخش بقى اهو في الجد شويه. الجمارك النيجيري مباراه صعبه شويه، اصعب شويه من المباراتين دول، يعتبر فرقه بتلعب يعني ونفس قبل كده وفرقه كويسه يعني. مهير بتطلبكم بالنجمه العاشر ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنوعدهم ان احنا ان شاء الله ناخدها ان شاء الله. شكرا. نجمه من نجوم ايا سوبر ستار النادي الاهلي. ايا مليون مبروك النهارده، فوزكم النهارده 3-0 وبالامس 3-0، بس الاداء ما طمناش شويه. ألا يا كابتن خالد وألا نجمات الاستوديو، ألا أتونا ليه؟ الله يبارك فيك. طبعا النهارده يعني هو احنا ماتش يمكن احنا نازلين عارفين اللي هو ماتش مش جامد قوي، فيمكن يعني ادائنا هبط مع الفرقه شويه، هو اكيد ده مش حاجه صح قوي، بس احنا برده مركزين بقى الماتشات الجايه خلاص ما فيهاش تهريج، فان شاء الله يعني المستوى يختلف خالص، لان احنا في الماتشات الجايه هننزل بقى ما فيش هزار ان شاء الله. النجمه العاشره وجمهور اللي يهز الحجر ده النهارده بيطالب الفريق بالنجمه العاشره، بيطالبكم بفوز ببطوله افريقيا علشان زعل منكم في نهايه البطوله العربيه، لازم توعدوهم باذن الله تفوزوا ببطوله افريقيا باذن الله. احنا من اخر من ساعه ماتش البطوله العربيه احنا كلنا ما اعتقدش في اي حد اثر في التمرين ولا في اي حاجه، عشان ان شاء الله البطوله دي تطلع اهلاويه يعني ونصالح بيها جمهورنا، وان شاء الله ان شاء الله احنا يعني هنعمل كل حاجه عشان نوصل للقب ده ان شاء الله. مباراه الاربع مباراه الجمارك النيجيري شايفها ازاي؟ هي مباراه مش سهله، احنا اصلا لعبناهم السنه اللي فاتت كانت فرقه مش سهله، لان هم كمان ما يدوموا خبرات كبيره، فهي ماتش مش سهل يعني، وكويس ان احنا نلاقي فرقه مش سهله قوي عشان نبتدي نخش في جو البطوله والماتشات تبتدي بقى تدريجيا هتبقى صعبه يعني. مليون مبروك، الله يبارك فيك. كابتن خالد دي كانت لقاءاتنا مع مدير الفني للنادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي، باذن الله يا رب يكون النجمه العاشره من نصيب النادي الاهلي، باذن الله يا رب يكون هذه البطوله من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك من جديد كابتن خالد، اتفضل. شكرا.